سيد الوزير، انه نسجل بانه ماشي في السنوات الاخيره، خلال مدة هذه الزيارات الملكيه كتلعب دور كبير جدا في الجانب الاقتصادي وفي الجانب السياسي وفي الجانب ديال الاستثمارات الى غير ذلك. لكن حنا كنتكلموا على الدبلوماسيه الموازيه، لا البرلمانيه، لا دابا الان الجماعات المحليه ولا الشعبيه بما فيها ديال الاحزاب السياسيه والمجتمع المدني. نلاحظ اينما حنا كاين واحد النوع من القصور. هضرتي على جوهانسبورغ وقبل منها ابوجا، هادو ملي كنمشيو كنلقاو بعض الشكايات منين؟ من الناس اللي كيشتغلوا تما. فحنا كنطالبوا بامرين، الامر الاول هو برنامج يكون دائم خاص بالقاره الافريقيه، خاص به وبالاخص في الدول اللي هي مناوئه او عندها مشكل في فهم قضيتنا. هذا كيخصنا نركزوا عليها، ونركزوا اكثر ثانيا على انه الناس اللي خصهم يكونوا تما خصنا نعتنيو، لانه حنا مشينا ما داك الشيء ما كيفرحش، ما بلا ما نفسر اكثر ما كيفرحش. يمكن مسؤولين في المستوى لكن الظروف اللي كيشتغلوا فيها لا تساعد. ولذلك حنا بغينا نثيروا الانتباه بانه كيخص لابد الحكومات، يعني الحكومه خاصه، انها تمكن هذه المناطق بالضبط، تمكنها من الادوات اللي كي تشتغل. شكرا.